نظمت فرنسا عرضا عسكريا تقليديا في وسط العاصمة باريس بمناسبة العيد الوطني الفرنسي وسط إجراءات أمنية مشددة هذه السنة بعد أعمال الشغب التي عمت البلاد. وحضر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كضيف شرف مع رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العرض العسكري في الشانزليزيه. ومنح ماكرون رئيس الوزراء الهندي وسام جوقة الشرف من رتبة الصليب الأكبر. وأشار الإليزي إلى أن ذلك يأتي تحية لدور مودي في علاقات الصداقة والثقة الممتازة بين باريس ونيودلهي.